بسم الله والحمد لله، نرحب بكم على موج قناة وأولى سواب التي نحييها أن أتاحت لنا الفرصة للمرة الثانية. في هذه العدد نحاول أن نتحدث على واقع الكرة الجزائرية تزامن مع الدخول الرياضي والموسم الرياضي الجديد من حيث الكثير من الجوانب، سواء ما يتعلق بالوضع المادي للأندية، وضع الملاعب، وكذلك الإمكانات الفنية المتاحة ومستقبل الأندية على ضوء هذه المعطيات. في الحقيقة حين نتحدث على وضع البطولة الوطنية بشكل عام وبناء على مواسم سابقة، يعني الكثير من المعطيات تتكرر في كل موسم وكأننا لم نأخذ درس السنوات السابقة. وفي مقدم ذلك الجانب المالي، هنا شفنا من خلال تغييرات الموسم الجديد خلال يعني هذا الصيف نجد الكثير من الأندية تشكو من نقص الدعم المالي، في الوقت اللي شفنا بعض الأندية يعني لها شركات تمولها، وهذه الفرق نقدر نقول تعد على صابع اليد الواحدة، وهو ما جعل الكثير من الأندية تشكو ربما من غياب العدل ولا غياب العدل في توزيع الإعانات المالية. يعني فرق ممولة من طرف شركات عمومية كبرى ومعروفة، وفرق أخرى وكأنها تقتات من الفتات، يعني تنتظر ربما بعض الإعانات من الولاية والمجلس الولائي ومديرية الشباب والرياضة وغيرها، يعني ما يجعلها تسير الموسم بإمكانات منعدمة. هذا المعطيات هذه خلتنا ننظر ولا نقف على واقع القسم الأول بالدرجة الأولى، وأنه هناك نوع من الطبقية، نوع من الطبقية في المستوى العالي، يعني في القسم الأول. يعني كاين فرق نقول راح تعيش في بحبوحة، ميزانية تقدر بالملايير، ونتيجة قلنا يعني استفادتها من دعم دائم من طرف الشركة العمومية، نقولوا سوناتراك أو بعض الشركات يعني الكبرى المعروفة، والأندية هذه معروفة اللي راهي تستفاد، مثلا نقولوا حنا مولد الجزائر، ولا نقولوا شباب قسنطينة، نقولوا مثلا شباب الثورة، شباب بوزداد كذلك عنده شركة دائمة وغيرها، يعني فرق قليلة. في المقابل بقية الفرق راهي تعيش نقولوا من الفتات، يعني على خلاف الفرق الاخرى اللي راهي نقولوا في بحبوحه ماليه. هنا الان يدير نوع من التفرقه، نوع من الطبقيه، وعلى الاقل من ناحيه قلنا من ناحيه بدايه الموسم، وهو موقفنا عليه خلال الميركاتو الصيفي، خلال مرحله الانتدابات والاستقدامات، وين شفنا فرق البحبوحه اللي عندها ميزانيه كبيره مدعمه من طرف شركات عموميه كبرى، يعني حسمت ملف الميركاتو في اريحيه وقبل بقيه الانديه، يعني وكانهم هما اللي احتكروا السوق، جلبوا ابرز اللاعبين اللي راهم شافوا بلي انه يتمشوا مع تطلعات هذه الانديه، وكذلك تعاقدوا مع مختلف المدربين، سواء مدربين محليين او اغلب بعضهم من الخارج، سواء بلدان اوروبيه او من بلدان عربيه مجاوره مثل تونس ومصر. بعد ذلك الفرق الاخرى اللي نسموها يعني اللي راهي تعيش على بين قوسين تعيش على الفتات، يعني أرغمت على أنه تستنى إلى غاية المرحلة الثانية، يعني بعد ما كملت الفرق ذات البحبوحة من عملية الانتدابات والاستخدامات، بعدها تركت المجال لفرق الفتات حتى تنتدب ولا تمارس ولا تقوم بعملية الاستخدامات من خلال جلب اللاعبين على ضوء ما تبقى من ما تبقى في السوق. وهذا ربما يطرح الكثير من الإشكالات، يعني يؤكد بأنه الفرق ليست على خط واحد وليست في مستوى واحد من الناحية المالية، وهو ما يجعل الفرق القوية ماليا هي التي تفرض منطقها، والفرق الأخرى تنتظر مرحلتها يعني في المقام الثاني. وعلى ضوء ذلك في أغلب الحالات نجد ذلك ينعكس ميداليا من الناحية الفنية، وبالتالي في نهاية الموسم نجد الفرق التي تسقط عادة هي التي تخونها الإمكانات المادية، ناهيك عن عوامل أخرى ناجمة عن سوء التسيير وغير ذلك. بينما المشكل أن الفرق المدعمة ماديا ولها شركة عمومية قوية يعني كبرى قد تحقق أهدافها الرياضية، يعني تتويج بالبطولة أو اللعب كسب تأشيرة تسهل لها المشاركة في المنافسات القارية أو الإقليمية، وقد لا يتسنى لها. يعني تخيل أنه فريق ربما ميزانيته 100 مليار، لكن في النهاية لا يحقق مثلا المراتب الثلاثة أو الأربعة الأولى، وهما يؤكد بأنه من المفروض أنه يتم فيها مراعاة الدعم المالي قياسا بما يقدم فنيا من طرف هذه الأندية. الفقرة الثانية اللي حدثوا فيها في هذا الفيديو هي مسألة مشكل الملاعب.
بشكل ملاعب في ملاعب الملاعب الجزائريه بشكل عام، ومن بينها في بطوله القسم الاول. اللي ربما يقف على هذا الشان بيجد كثير من الماساه من الناحيه، يعني اغلب الملاعب اما تارتونيه من تارتون او شبه ترابيه، وبالتالي هذا لا يساهم في تطوير الكره الجزائريه، وكذلك لا يعطي صوره ايجابيه على الانديه والكره الجزائريه. تخيلوا مثلا ما زلنا احنا في 2022 لا زلنا نلعب في ملاعب بلديه تعود الى عهد الاستعمار او بعد الاستقلال او غيرها، وهذا اشكال كبير. مثلا درك نعطيو امثله، بعض الامثله كما مثلا ملعب 20 الضباط الجزائري وشباب الوسطاد وين يستقبل في ملعب العناصر 20 قطب العاصمه، والملعب هذا راه صغير ضيق وراه قديم، وفي نفس الوقت لا يستوعب الجماهير الغفيره اللي راح تجي، وكذلك لا يعطي صوره ايجابيه. تخيل مثلا في النقل المباشر راح يكون فيها مشاكل بالكبرى باش انك ينقل مثلا لقاء نقولوا في القمه، يعني يستقطب الجماهير ويصعب نقله بالشكل اللازم في عبر التلفزيون، وصارت فيها متاعب كثيره في وقت سابق. نعطيو امثله اخرى كثيره، يعني في مثلا نقول الان فريق كبير كيما شباب قسنطينه حاليا راح يستقبل في ملعب بن عبد الملك بقسنطينه بعدما اغلق ملعب الشهيد حملاوي من طرف يعني لاعاده الاشغال، واللي انطلق ان شاء الله وقتها يفتح ملعب الشهيد حملاوي في المستقبل. كذلك هنا نهبطوا حتى الدرجه الثانيه نجيو هنا البتراء، نشوفوا ملعب سفوحي كان يستقبل سنوات عديده، يعني فريق شباب البتراء اللي كان ينشط في القسم الاول الان راهو ينشط في القسم الثاني. وكلام يقال كذلك نروحوا لخنشله، الصعيد الجديد اتحاد خنشله يستقبل في ملعب حمام عمار، حتى هو اللي راهو ارضيه تارتونيه وملعب يعني نقول متوسط الى يعني الى صغير، يعني في المستقبل اكيد جمهور خنشله راح يحتاج الى مركب رياضي اكثر. نشوف كذلك مثلا ام البواقي فريق اتحاد الشاويه اللي دار تاريخ كبير مازال راهو يستقبل في زرداني حسونه، عند كاين مركب في ام البواقي لكن لم يستغل بالشكل اللازم. كذلك ملعب جمعيه العميله اللي لعبت السنوات الاخيره في القسم الاول كانت تستقبل فيه ملعب دمان ذبيح، ومن بعد استقبلت فيه مركب يعني عميله، وهذا يعني وغيرها من الامثله. نفس الشيء مثلا ملعب القبه، مثلا ملعب حسين داي، والامثله كثيره. شوفوا يعني اغلب الملاعب الجزائريه يعني عباره عن ملاعب بلديه، اغلب يعني ارضيتها الميدانيه طرطونيه في وقت سابق كانت بتيف ولا تستوعب الجماهير، بالعكس يعني راهي تعتبر عرضه تشكل عرضه للخطر بالنسبه للجماهير الجزائريه، وما اكثر الحوادث التي تسببت فيها من خلال ربما سقوط المدرجات، ربما تاكل بعضها، ربما المهم نتيجه الضغط تسبب في كثير من يعني الاخطار وحتى الحوادث. وحتى الاشكال الاخر المطروح هو بعض المركبات الرياضيه اما ارضيتها ولات كشر غير صالحه، يعني تضرت ارضيتها الميدانيه ذات العشب الطبيعي، مثل مثلا ملعب العاليه بسكرا اللي استقبل اتحاد خنشله نشر حضره الكبار. ونفس الشيء يقال مثلا على ملعب اخرى يعني حولوها من ارضيه مشوشبه طبيعيا الى ارضيه اصطناعيه بما لا يتماشى مع يعني مصلحه وتطوير الكره الجزائريه، مثلا ملعب الاخوه ملعب الوحده المغاربيه ببيجاية. كذلك هناك ملاعب اخرى مركبات كبيره لكنها يعني راهي توقفت، يعني اغرقت ابوابها بسبب غياب السياره، بسبب قله الاهتمام والرعايه وغيرها. نقولوا مثلا ملعب كبير كما ملعب عنابه اللي احتسع على يستقبلوا لا يستقبل يعني المقابلات الرسميه. مؤخرا قلنا ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينه راهو توقف يعني مده معتبره. ملعب خمسة جويلية بالعاصمة يعني صارت فيه الكثير من المشاكل، أكثر من مناسبة يغلق من أجل إعادة تهيئة الأرضية وبعدها يصيروا مشاكل، وهذا يؤكد بأنه هناك أزمة كبيرة في تعاني منها البطولة الجزائرية والأندية بشكل عام، وفي مقدمة بطولة القسم الأول هو مشكلة الملاعب. المسألة الثالثة اللي نهضروا عليها في هذا الفيديو تطرق بمسألة الفنية، خاصة ما يتعلق بالقوة الفنية لمختلف الأندية النشطة في القسم الأول، هي أن هناك إشكال في غياب الاستقرار على بناء على الموسم الفارط وربما مواسم سابقة. الكثير من الأندية يتداول عليها عدة مدربين في موسم واحد، حتى أن بعض الفرق وصل بها إلى 5 مدربين ولا 6 مدربين، وهذا رقم قياسي جدا لا يتماشى مع اولا سياسه الاستقرار وسياسه الاستمراريه. يعني هنا نشوفوا باللي كان ضغط الشارع هو الذي فرض المنطقه، او سوء الاختيار اللي يديروه المسيرين ورؤساء الفرق هو السبب وراء ذلك.
لانه اي فريق المفروض في بدايه الموسم راح تكون عنده اهداف رياضيه راح ينبني عليها الاستخدامات والانتدابات، وفي مقدم ذلك جلب المدرب. اما انه مثلا فريق يجلب مدرب وبعد جوله ولا جولتين ولا ثلاثه ولا اربعه يستغني عليه، وبعد كذلك ثلاث جولات ولا اربعه اخرى يجلب مدرب اخر، قبل نهايه مرحله الذهاب يجلب مدرب اخر، في بدايه في المرحله الثانيه قد يجلب مدربين اخرين، يعني هناك نوع من الاسراف، هناك نوع من الاستخفاف برمزية وقيمة العارضة الفنية للأندية. يعني هذه المسألة هناك إشكال كبير لدى الأندية الجزائرية، يعني رؤساء الفرق لا يجدون فيها أي مشكل في التضحية بالمدرب، وكأنه إذا كان جاء الضغط من الشارع من الجمهور في حالة تراجع النتائج الفنية، يعني أول ضحية هو المدرب اللي يقدر يهز كارتو ويروح. يعني هكا، يعني حتى أنه في وقت سابق أحد المدربين قال لي أنه حقيبتي دائما في يدي، يعني في أي لحظة يعني قادر نروح، لأنه العدو الأول للفريق للمدرب هو النتائج السلبية، والصديق الحقيقي للمدرب هو النتائج الإيجابية التي قد تخف معه. ومن هذا المنطلق نجد، يعني نتمنى وإحنا في بداية تزامن مع انطلاق الموسم الجديد، يعني يتم مراعاة هذا الجانب من خلال تكريس عامل الاستقرار، وكذلك مراعاة حسن اختيار المدربين بصرف النظر سواء مدربين محليين من المدرسة الجزائرية أو المدرسة الأوروبية أو حتى المدرسة العربية. بالأخير أتمنى أن نكون استفدتوا من الشيء اللي عرضناه في هذا الفيديو الذي يشرح إلى حد ما واقع الكرة الجزائرية بناء على موسم سابقة، وكذلك تزامن مع انطلاق الموسم الكروي الجديد. كذلك نتمنى أن تؤخذ هذه الأمور ونقيس بعين الاعتبار من أجل إن شاء الله موسم أفضل من الناحية الفنية، وكذلك ينعكس بالإيجاب على الأندية الجزائرية، المنتخب الوطني، على الكرة الجزائرية بشكل عام. كذلك نتمنى أن تتابعونا دائما وتبقوا أوفياء لقناة أوراسواب التي تقترح عليكم دائما مواضيع تكون في مستوى تطلعاتكم وطموحاتكم. لا تنسوا يعني دائما الاشتراك في القناة حتى تصلكم الفيديوهات تبعا، وكذلك نحن دائما ننتظر ونترقب ملاحظاتكم وأسئلتكم حتى إن شاء الله نكون دائما في مستواها، ونتمنى التوفيق للجميع وبارك الله فيكم.